راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات، أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من إقليم النيل الأزرق المستضيف بكري درويش الناشط في منظمات المجتمع المدني بمدينة الروسيرس وحاكم الإقليم السيد أحمد العمدة بادي للحديث حول المطالب الخدمية التي يطالب بها مواطني الإقليم واللي ما وجدت استجابة، والآن هم بيهددوا بقطع الإمداد الكهربائي لخزان الروسيرس. في البداية ضيوفي الأفاضل، معانا السيد بكري درويش، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وخلينا في الصورة الحاصل شنو؟ استنوا إنه في مشاكل بتاع القطوعات هي مسببة مشاكل في الموية على مستوى المدينتين، مدينة الدمادين ومدينة الروسيرس. والترمبات القاعدة في المحطات بتاعت المياه كلها ترمبات الفولت الخاشية ضعيف، هي بتسخن، هي ما بتشتغل بفعالية الكاملة. قعدنا مع جزء من المحليات، قعدنا مع جزء من الجهات المطلبية في إنه نحن نوسع المعونة، ونحن ماشيين في اتجاه إنه نترس الزان وكذا. طيب كده عشان نحن نخط المستمعين في الصورة، نرجع للمذكرة بتاعتكم. المذكرة بتاعتكم طالبت بشنو؟ المذكرة طالبت بإنه يكون في محطات تحويلية للمناطق الروسيرس وود الماحي والمناطق اللي فيها محتاجين لخط ساخن للمرافق العامة اللي هي المستشفيات، اللي يكون جوا العملية. جوا العملية بيكون في دول عندها عملية كهرباء تقطع، المستشفيات فيها مشاكل بتاعت مولدات. حجة المو إنه ما في إمداد كهربي بخليها إنها تقدم فعاليتها كاملة للمواطن فيما يخص الموية. محتاجين إنه يكون في شكل اجتماعي للخزان اللي قاعد يتبنى من 68، إنه هو ما قدم أي شكل اجتماعي. بمثال إنه هو الحي بتاع قميص يبعد أقل من 200 متر من خزان الروزيرة، إنه ما فيه كهرباء أصلاً، ما عملت له كهرباء. محتاجين انه يكون في تمييز ايجابي فيما يخص توصيل العداد، الرسوم اللي في العداد. محتاجين انه يكون في تمييز في انه في الفاتوره ذاتها يكون احنا اقل ناس باعتبار انه احنا ناس منتجين للكهرباء. احنا ما مستفيدين من البحيره في ثروه سمكيه. في ضرر بيئي قاعد يحصل من وجود الخزان، المفروض يكون في تعويض. طيب الضرر قاعد يتمثل في شنو؟ وبعد ذاك نواصل. رطوبه، ذباب، بعوضه، مشاكل بتاعت بولهارسيا، مشاكل بتاعت غير وغير 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 وغير. جات التالية، عملت التالية، هجرت الناس. الناس الآن هم في وضع سيء جدا جدا في المناطق اللي تهجرت. مثيل تدمروي اللي هو الناس اتبنت بشكل كويس، مشاريع مصاحبة بشكل كويس في المنطقة، استفادت منطقة مروي، استفادت من بناء السد بتاع مروي. المشاريع المصاحبة تمت في موضوع مشروع تعلية خزان الروسيرس، لا 1% من المفروض يبقى. بناء بتاع البيوت بإزبستس، الإزبستس ده عنده ضرر بيئي، غير إنه هي انطمست مناطق ثقافية وأرثية، يعني دي كلها يعني ما رأت لها الدولة وما رأى لها المركز. ده جزء كبير من المذكرة. قدر شنو الناس اللي تضرروا وديات مناطق الآن، يعني الناس اللي تعرضوا للتهجير؟ طيب المناطق تبدأ من حتة اسمها الرقيبة، ميديم، جزء من مناطق جنبك، دي مناطق بتبقى ضرب السد. تجاه من محلية ود الماحي تبدأ من المدينة 1 لحد المدينة 8. أقل قرية هي سعة البيوت فيها 8 4000 إلى 5000 بيت. المدن كلها 12 مدينة. في قرية واحدة هي اكتفت بأنها ما تتهجر وما كان فيها ضرر كده. حصل ضرر للجناين، حصل ضرر للزراعة، وحصل ضرر للهناي. التعويض تم ذاته تم بشكل فوقي وما مجدي. نحن في كل الأوقات بنمشي المحليات، إذا كان محليات جيزان ولا القرمك ولا أي مرفق قدمي في ولاية النيل الأزرق، أما تمشي للسلطات المعنية بالكلام ده، الحجة الأساسية إنه نحن ما عندنا دعم للحاجة دي وما عندنا ميزانية للمسألة دي. قلنا نختصر الموضوع ده بشكل كامل كده،
إنه نحن دارين حقنا كامل فيما يخص السد. الكهرباء دي تجيب، الكهرباء دي مستفيدة منها ولايات السودان دي كلها. التجيب الكهرباء دي وتجيبين المركز الموضوع ده ما مستهدفين به بشكل مباشر الحكومة الولايات قاعدة موجودة. طيب ما في سؤال هنا مهم، انتوا حاولتوا انه تقعدوا مع الحاكم ولا ما حاولتوا؟ احنا في فهمنا انه الموضوع ده هو الحاكم ما عنده له حلول، ما بنعرف حجم الولايه وبنعرف ايراداته وبنعرف مشاكلها طيله العمر اللي احنا فوق ده. الموضوع ده بيبقى موضوع ساي يعني ارهاق كده لينا وليه وليه بس وليكم وبكره، وهو ما عنده قدره يعمل حاجه. حتى الحاكم القاعد ده هو جاي باتفاقيه جوبا، الاتفاقيه جوبا النصوص الاساسيه بتاعتها انها بتدي حق للنيل الازرق ده 40%. من وين حتى الى 40%؟ ما في الكلام ده كله كلام صور رفاهية يعني. نعم، هو ما عنده المقدره من حيث الامكانيات بتاعت الولايه المتاحه لها. نعم. ولا الامكانيات. نعم. انه يطالب يعني وتقوم بدورها وتطالب الحكومه المركزيه، ما انتو هو المسؤول منكم. عندنا تجربه كبيره، الكلام ده هو تاريخي وحد بتاع شعوب، يعني الكلام ده مظالم تاريخيه بدت من بعد الاستقلال لحد الان. المركز هو انا بنتج في الكهرباء وهو ما في فيدباك للحاجه دي، هنا ما عندي شكل خدمي، ما عندي اي، البلد منهاره، شارع الدمازين روسير ذا بكره بينقطع، ما في مستشفى شغاله بصوره فعاله، ما في اي مرفق، الناس دي في الريف بيعانوا من عطش، حتى الليله المنطقه الغربيه فيها مشاكل بتاعت عطش، المناطق بتاعت المحليات السته ولا السبعه محليات هي عندها مشاكل بتاعت عطش. الحكومات اللي تعاقبت دي كلها في فتره قبل الثوره انهم هم برضه بنفس الكيفيه يعني بيخدروك ناس المركز هناك في انه والله نحن حنجي نعمل حنجي نعمل، والكلام ده بقى يعني كثير وما عنده معنى. والحل نحن حتى في الوقت اللي نحن شايفينه انه يتقطع الامداد الكهربي من الخزان الروسيرس وتشتغل التوربينات بدون لود، ما في كهرباء. شكرا لك السيد بكري درويش على المشاركة. والآن أعزائي المستمعين ننتقل مباشرة للسيد أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق ونشوف رده على كلام المواطنين. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. الله تبارك أن إحنا قدرنا يعني حلينا جزء من المشاكل بتاع الرصيرس، لكن مشاكل الرصيرس ما بنقدر نحلها كلها لأنه في مشاكل يعني منذ 56، لكن نحن مجتهدين على الأقل يعني ممكن أنا هل جزء من المشكلة. نحن قدرنا فعلا يعني عملنا تقوية للكهرباء بتاع الرصيرس عشان على الأقل برضو المواطن يعني بدل ما كان 72 فولت نحن زدنا الكلام ده ل 381 فولت، ده برضو يعني قدر برضو ساعدت في حاجات كثيرة جدا. فحسنا نحن برضو في وضع عشان برضو نقدر نوفر لهم برضو استهريج، استهريج كان في موجود زمان النظام البايت فعلا كان منه استهريج ومنه باو، وانت زي ما عارف طبيعه الارض في الرصيرة اراضي طبعا مرتفعه، لنا حسب برضه بالصدد عشان نشتري تهريج بالنسبه لهم، وفي بعض الحاجات الفنيه يعني نحن قدرنا وفرناه لهم. يعني برضه نحن قدرنا اشترينا ترمبات بالنسبه لمدينتين الدمازين والرصيرة يعني بقروش كثيره جدا، فالوضع بدل ما كان أسوأ عليها ماشيين للافضل. نعم، والحاجات دي بتتركب بتين الاليات اللي اشتريتوها دي؟ اوردي الترباده يعني تم تركيبه قبل شهرين، اشكالي كان في نقص في الكهرباء، يعني نحن قدرنا رفعنا يعني الكهرباء من 270 ل 381 فولت، وحصل المويه حصل يعني شغاله في المدينتين الدمازية والرصيرس. نعم، دي من الحاجات الممكن يتم يعني اسعافها حاليا في الوقت الحالي، وشنو نعم. من الحاجات يعني انتم بتشوفوه في الوقت الحالي يعني ما في امكانيه لا يعني؟ الله طبعا انتوا لو شفت المشكله كله في مدينتين الدمازيغ والرصيرس، فدي مشكله بتاع الشبكه، الشبكه دي طبعا كان تم يعني على حسب الكثافه السكانيه في الفتره بتكمل السبعينات، يعني ممكن اقول 150 الف المدينتين ماشي، يمكن يعني هايلي ان تيرمز اوف بوبليشن، يعني ممكن تقول على المدينتين ماشي قريب 600 ولا 700 الف نسمه. الاشكاليه كلها تحتاج طبعا زمن عشان ممكن ان احنا ناخد المدينتين دي بطريقه صحيح في المستقبل، لكن دي حالات ودي حاجات لحالات إسعافية. برضو هم يتكلموا بخصوص بيفتكروا انه في مناطق كبيرة جدا في الولاية بالذات في المنطقة بتاعت الرصيرس، فهم بيفتكروا انه الكهرباء دي بتنتج في مناطقهم وفي
يعني محلات كبيرة ما عندهم كهرباء في بيوتهم، ما موصل لهم كهرباء في مناطقهم، فهم بيشوف إنه كونهم كمواطنين في ولاية منتجة من مفترض يكون في تمييز إيجابي بالنسبة لهم في كل اللي هو الخدمات المتعلقة بالكهرباء. والله يا أخي شو أنا داير أقول لك، النيل الأزرق ما رصيد، النيل الأزرق طبعا يمكن فيه سبع محليات، السبع المحليات الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين زيرو، ما في أي حاجة. البلد دي طبعا معاند بغروبات، قد يكون الوضع في رصيد أخف بكثير، الوضع في الدمازين أخف بكثير. لو مسكت المحليات الخمسة أنت ما بتلقى في أي مقاومات بتاع الحياة، أكيد إن إحنا حاسة معشين يعني لقينا البلد دي طبعا أصلا ما في خدمات طيلة 30 سنة. الولاية دي برضو انت ما تنسى في 2011 في يعني الإقليم ده كان تحت القانون الطوارئ، معناته ما كان فيه أي خدمات خالص. نها بعدين من صفر عشرين، نها ما دايرين لو الناس اللي كانوا قبل 30 سنة، لكن التاريخ بحكمهم. برضو المواطنين بيفتكروا انه في مكتسبات في الاتفاقية بتاعت سلام جوبا، زي هم يتكلموا بخصوص نصيب المنطقة من توليد الكهرباء، فهم بيفتكروا مفترض يكون في تمييز إيجابي وتقريبا 40% من الكهرباء يكون شنو للإقليم، فبيقولوا إنه أنتوا ما قادرين تطبقوا البند ده. والله طبعا نحن أولا نحن قدرنا يعني قطعنا خطوات كبيرة جدا. أولا البلد فيه استقرار، المواطن في النيل الأزرق عارف إنه في بعض المشاريع التنموية ماشية على مستوى الإقليم. نزل الموضوع بتاعنا 40% نحن فعلا برضو ماشيين خطوات. أنا ممكن في تفاصيل بالنسبة لوزير المالي لو قدرت أنت برضو اتصلت به بديق التفاصيل اللي بتخص المالية وكده، لكن نحن نسبة 40% فأنا خطوات. أنا قلت لك الكهرباء حصل في رصيرس في حتة بتاعنا المياه البراو ده يمكن المكان يكون خط آخر في إجراءات أنا أعرف عنه لمجلس السيادة، وأنا متأكد يمكن في فترة جيدة جدا يعني تخفيض السعر الكهرباء عشان في الحاجة ده برضو يمكن يتم استثناء النيل الأزرق في سعر الكهرباء ده، يمكن ده برضو حاجة نحن ما عايشين فيه. ف 40% في خطوات نحن قطعنا ما عايشين فيه في بعض الضرائب والحاجات دي. فأنا شايف يمكن المواطن العادي ده طبعا هو محتاج يمكن النيل الأزرق يتغير في خلال 24 ساعة، لكن طبعا حاجة ده ما نحن أمور فترتنا كلها معنى شهور موجودين في السلطة مش عادل له وكيد التجاوب من الحكومة المركزية لتنفيذ أما اتفاق جوبا، ونحن فعلا بصدد قدرنا شكل لنا حكومة قبل يومين. نحن قدرنا جزنا قوانين سواء كان قانون بتاع الاستثمار، قانون بتاع الحكم المحلي، قانون بتاع التعدين، في حزمة بتاع قوانين كده نحن جزنا. أنا بشوف ده يمكن ده فقر كبير جدا لإنسان النيل الأزرق. ضيوفي الكرام، ده كان السيد أحمد العمدة باديه حاكم إقليم النيل الأزرق حول مطالب مواطني الإقليم الخاص بالتنمية، وشكرا لكم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.